أنتوني توما وكلوي حوراني. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Put the glad flags on, join me hard. We'll have some fun when the clock strikes one. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock till broad daylight. We're going to rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band goes down, we'll yell for more. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock till broad daylight. We're going to rock around the clock tonight. وكلوي شو هالجايف الحلوة هيدي؟ ميرسي سبايدر مان طير وبتنزل شخصياً. اسم الله عليك عن جد يعني شو هالجايف الحلوة هي؟ ثانك يو كلها انرجي كثير انرجي خلينا نشوف انا وياك بس قبل ما تشوف فيه بس اشكر الجمهور شو؟ لأنه بلا الجمهور انرجي كثير حلوة وحرام بينتو ساعات وساعات يشوفونا وكثير حلو الانرجي اليوم بس سو ثانك يو شكرا أنطوني رح نبدأ من عند مازن أنطوني إيقاع سريع وحفظت عليه للآخر نفعك مشوار الترامبولين وفوتك بجو الرقصة ونقلت لنا إياه تقنيا شغلة واحدة بس العدة الأولى هيك تاني جزء من الرقصة أول عدة كانت هيك عم بتشد كتير عم بتمرك كتير العدة هالشي أسى شوي الحركة بس غير هيك رائع Thank you. شكرا مازن ميرا أنطوني عم تتسلى ومبسوط والإيقاع يعني شربت مي لإلك لأنك موسيقي بحس كأنه الإيقاع شيء سهل ما بدك تشتغل عليه أبداً بآخر الرقصة وقتها تعبت شوي خفت الأنرجي بالأبر بادي يعني الحركة صارت شوي بطيئة بس يعني بدي أقول لك رقصة مهضومة ونغشة وكلها حياة مثلك شكراً ميرا ربيع أنطوني البداية كانت رائعة بخصوص الخطوات يلي هي جايف مظبوط إذا بدك كنت أفضل شوف أنا بريشر أكثر على الأرض وباونسينج ندفع أكثر كمان كان واضح مثل ما قالت ميرا بآخر الرقصة ضعفت شوية طاقتك إذا بدك غير هيك إيه أي نو سريعة صعبة هي بس من ناحية الأتيتيود تبعك من ناحية الجو يلي خلقته أنا بهنيك شكرا ربيع دارن I'm going to be a little bit hard on you this week. You're a natural performer, you have great timing, the technique is pretty good in every dance you've done so far. But for me, you're just doing enough. You're playing it safe. The standard in this competition is very, very high this year. You've got to give it 100% each week. And even though the guy's saying you run out of energy, it's a minute 40 seconds. Yeah? I need you to come out. I need you to sort of live the life of a dancer. It's blood, sweat, and tears. In training and on the dance floor, okay? Thank you, Darren. إذن رح يكون دارن قاسي شوي الليلة. أنت فنان بالفطرة، عندك التكنيك المطلوبة والتوقيت الجيد بالرأس عندك إيه كتير منيح، ولكن عم تكتفي بالأداء المطلوب. لازم تعطي شوي أكثر ومثل ما بتعرف إنه الرقص بيتطلب مجهود كبير والإنرجي اللي حكيوا عنها الحكام عم لازم تفقدها بدقيقة أو 40 ثانية. Thank you Darren. ماشي. إذا مستعجل هلا إجت الإنرجي اللي عنده أنطوني.
لكن شو راح تكون علامات أنطوني، أخبار أنطوني وكل زملائه بتابعوها على صفحة البرنامج على الفيسبوك؟ شو هالرقصة المهضومة وشو هالرقصة الحلوة، كلوي وأنطوني دايما تعملون أجواء كتير مهضومة على المسرح. Thank you, Kelly. رقصت منيح كلوي؟ دايما بنسأل professional dancer. It was very nice. أنا كتير انبسطت بالرقصة. شو عاملين بالناس؟ أنطوني عم ينطروك مظاهرة برا عم بيكون فيه بس يخلص البرايم. عم متسلى كتير وقت يخلص البرايم. بعدك بدك تحافظ على 32 نقطة اللي جمعتها الأسبوع الماضي، كنت بالمرتبة الأولى أنت وليلى. حابب حافظ عليهم ونكون كمان بالمرتبة الأولى مع ليلى اليوم، تنشوف شو رح يصير. أو تكسر السكور، مين بيعرف؟ أو إن شاء الله. خلينا نشوف، يلا. إليكم علامات لجنة التحكيم. مازن كيوان 8. ميرا سميحة 8. ربيع نحاس 7. دارن بنت I want blood sweat and tears 7. مجموع علاماتكم أنطوني وكلوي 30 نقطة بس كتير منيحة، 30 نقطة تراجعتوا علامتين عن الأسبوع الماضي. بعدها رح نشوف التابلو أمامنا ليلى بالصدارة لهلأ مع 32 نقطة، وإنما أنطوني وكلوي و30 نقطة أنتوا بالمرتبة الثانية. برجع بقول لهلأ لأن بعد في كتير كوبيت بالانتظار رقصتهم الليلة. أنطوني